أعرب عن تقديري للجهود المبذولة من قبل حكومة الهند لتنظيم هذه القمة في هذا التوقيت المهم، حيث تعد فرصة للاستفادة من الرؤى ووجهات النظر التي تم طرحها خلال القمة الأولى لدول الجنوب العالمي في يناير الماضي، بهدف مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجه دولنا. ونؤكد أن التعاون بين مصر والهند في ظل هذه الظروف المفصلية يعد امتدادا للعلاقات التاريخية المشتركة بين الدولتين، بوصفهما من المؤسسين لحركة عدم الانحياز التي دعمت مصالح الدول النامية خلال حقبة الحرب الباردة، وأن استمرار هذا التعاون هام لتعزيز صوت الجنوب العالي من أجل الحفاظ على مصالح البلدان النامية. ومنذ تشكيل النظام العالمي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تعاني الدول النامية من اختلالات هيكلية على أصعدة مختلفة، حيث أن الدول النامية أيضا تواجه العديد من التحديات الناشئة الناتجة عن الأزمات العالمية المتعددة والمتعاقبة، فضلا عن تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية الى مستويات خطيرة، لا سيما خلال الوقت الراهن. ولكن للأسف يتم التعامل بازدواجية في معالجة بعض القضايا الدولية التي لم يتم حسمها على مدار عقود، وهذا واضح للجميع. ان القصف الاسرائيلي غير المسبوق والعمليات المستمرة في قطاع غزة ما هي الا شواهد على انحياز النظام الدولي وقصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة باقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبار ان هذا هو الحل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في الشرق الاوسط. وندعو الى ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار وانهاء كل صور القتال بما يسمح بحل الازمة الانسانية في غزة وتمهيد الطريق امام الجهود السياسية الرامية الى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم. كما نؤكد ان معالجة هذه الاختلالات تتطلب ارادة سياسية جادة من المجتمع الدولي لمواجهة تحديات القرن 21، استنادا الى مبادئ القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وسيادة الدول على اراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ونؤكد على اهمية اصلاح البنية الاقتصادية العالمية التي تعاني من عدم التكافؤ والتوازن، مما يجعلها غير قادرة على ضمان تحقيق العدالة لجميع البلدان. ان هناك حاجة ماسة الى اصلاح النظام المالي العالمي بما يعزز دور مؤسسات التمويل الدولية ويجنب البلدان النامية حرمانها من جني مكاسب التنمية المستدامة التي تحققت بصعوبة، فضلا عن تعزيز جهود العمل المناخي للتغلب على تحديات تغير المناخ، حيث ان الامر يستلزم توسيع قاعدة التمويل لدى بنوك التنمية متعددة الاطراف، وكذا تقييم افضل البدائل لاعادة توجيه حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، فلا بد من تدبير تمويلات اضافية من مصادر مختلفة بما في ذلك رؤوس الاموال الخاصة. ان التمويل المرتبط بمواجهة التغيرات المناخية يجب ان يكون تمويلا اضافيا الى جانب المساعدات التنموية الخاصة. لذا نوضح أهمية التعامل مع مشكلة ارتفاع الديون السيادية الخارجية للبلدان النامية، والتي ارتفعت إلى 11.4 تريليون دولار في عام 2022، وهو ضعف ما تم تسجيله خلال العقد الماضي، مع أهمية الوضع في الاعتبارات أن المسارات الحالية للديون تشكل تهديدا رئيسيا لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، حيث ان هناك حاجة ماسة الى اتخاذ اجراءات فعالة وملموسة لتجنب ازمة الديون العالمية، واهمية تدشين اليات تتسم بالشمولية والفعالية والاستدامة للتعامل مع المشكلات ذات الصلة بالديون في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. ونعول على الدور المهم الذي يمكن ان تقوم به مجموعة العشرين باعتبارها لاعبا رئيسيا في تعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية بما يمكن من اتخاذ قرارات قابلة للتنفيذ. وفي ختام كلمتي اؤكد على الالتزام التاريخي للدولة المصرية بتعزيز صوت الجنوب العالمي في جميع المحافل واستمرارها في القيام بهذا الدور في ظل الظروف الدولية المفصلية، خاصة في ظل انضمام مصر الى مجموعة البريكس المرتقب في يناير المقبل،
كما أتطلع إلى مواصلة العمل بشكل بناء مع البلدان النامية الأخرى لخلق المجتمع المستدام والمستقبل الذي يخدم المصالح المشتركة على أفضل وجه.